الروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. هو مسموح أثناء الكلام إن أنتوا تاكلوا، على الأقل مش هتتكلموا، تسمعوا يعني الودان مش هتتعطل. طبعا أنا فرحان إني يكون لي فرصة أجي النهاردة أخد بركتكم. شكرا للآباء إن هم ادوني الفرصة دي، وشكرا ليكم إن أنتوا جيتوا. أنا عارف إن أحيانا في وسط الأسبوع يبقى مش سهل إن أنتوا تيجوا، لكن شكرا إن أنتوا جيتوا. فين جورج اللي هيسأل؟ اتفضل. سيدنا في في طقس ليلة أبو غرامسيس في مخطوطات بتقول أو كل المخطوطات بتقول إن بيلبسوا يا إما على سفر الرؤيا يا إما على رفع الحمل. في أبو غرامسيس في كتب جديدة حديثة نازلة دلوقتي بتقول إن هما بيلبسوا من أول ما يبتدوا الخدمة في المزمور 151، فأني واحد أصح وأني يعني اللي احنا المفروض نمشي عليه؟ هو بيفضل واحنا بنعمل كده ان احنا بنلبس الملابس البيضة من بداية سفر الرؤيا. بصوا طقس أبو غلامسيس ده في حاجة عجيبة قوي. جميع صلوات الكنيسة تبتدي بصلاة الشكر، صح؟ أي ما ينتمى في الكنيسة، باكر، عشية، قداس، جناز، إكليل، نبتدي بصلاة الشكر. أبو غلامسيس بالذات مش بيبتدي بصلاة الشكر. ليه؟ لأن طقسها الأصيل بس من غير ما يتعقد يعني، ما كانوش يروحوا يوم الجمعة العظيم، كان يكملوا على طول. آخر حاجة في الجمعة العظيمة بنقرأ سفر المزامير. حاليا بنعمل إيه؟ بنوزعه سرا كده، بنقرأ أول مزمورين ونص. في المزمور الثالث بنقول أنا اضطجعت ونمت قبل ما أقول ثم استيقظت. بنقفل من ننزل من الهيكل ونقفل الستر، ونكون اوريدي وزعنا المزامير، فنقول الختام ونمشي. كانوا زمان يعملوا ايه بقى؟ يصلوا المزمور الاول والثاني، وفي الثالث فعلا يقولوا انا اضطجعت ونمت، قبل ما يقولوا انا استيقظت ننزل الكنيسه نقفل الهيكل، ويبتدي الشعب يقعد والناس تقرا المزامير مزمور مزمور. واحد يطلع على المنجلية يقول المزمور، والشعب يرد مرد هللويا. 150 مزمور، وبعض المزامير كان ليها نغمات كانت تتقال في وسط السهرة دي. منها مثلا الهوس الثاني والهوس الرابع، عشان كده جورج والشمامسة اللي واخدين بالهم يلاحظوا ان احنا في تسبحة ابو غلامسيس بنقول الهوس الأول، بنقول الهوس الثالث، ما بنقولش الثاني والرابع. ليه؟ اتقالوا أثناء قراية المزامير. خد بالقدسك من الملاحظة دي. آخر مزمور هو بقى أنوك بابي كوش، اللي هو أنا الصغير، ده ختام المزامير. فكأن الجمعة العظيمة مع سبت النور يوم واحد كبير ما بيختمش والناس ما تمشيش. وبعد ما نخلص المزمور اللي هو 151 ده، نلف في سفر المزامير اللي لسه مصليين بيه في ستر حرير، ونزفه في الكنيسة بلح مارن اون هيفول اللي هو بيتقال طبيعي في آخر الهوس الثاني، والهوس الثاني عبارة عن مزمور. طقس كده مركب على بعضيه جميل قوي. والدورة دي تبقى مرة واحدة في الكنيسة مش في الهيكل، يعني الهيكل مقفول مرة واحدة مش ثلاث مرات في الكنيسة، اللي هي مارن اون هيفو. لا ما يتفتحش. وبعدين الجزء اللي بعد كده بيساوي التسبيحة بتاعت نص الليل، بس في الليلة دي بالذات بنصلي تقريبا كل التسابيح الموجودة في كتاب المقدس تتقري. وبرضو زمان الناس كان عندها صحة، عندها وقت، كانت التسابيح دي ليها نغمات، يقعدوا كلهم قاعدين في الأرض، وكان في الصعيد يحطوا طبلية في الوسط، طبالي، عارفين الطبلية؟ طبالي كده، والناس حواليها مجموعات، والكنيسة كلها بتسبح، ويطلع واحد على المنجلية يقول والناس ترد عليه.
يخلص يقعد ويطلع حد غيره زي ما بنعمل في سفر الرؤيا. وبعدين التسابيح بقى كلها اللي في الكتاب المقدس تتقال تنتهي بالهوس الثالث اللي هو تسبيحة ثلاثة فتية في أتون النار، وتتختم التسبيحة ب تن أوهن سوك، دي بقى تبقى ثلاث مرات في الكنيسة من غير هيكل، وبعدين يتفتح الهيكل ونصلي باكر. باكر بقى ليه طقس خاص، وبعدين الثالثة والسادسة، وبعدين مع بداية سفر الرؤيا نلبس ليه؟ لأن المنظر السماوي بقى، احنا هنشوف السماء، المسيح لابس ابيض والملائكة لابسة ابيض والتسابيح والالحان. فسفر الرؤيا بيفتح لنا باب السماء، نشوف المنظر السماوي، ونجيب الاناديل ونجيب الشري والحاجات دي كلها. فهي تبتدي مع سفر الرؤيا. اجر في كنائس يا سيدة دلوقتي بيعملوا مكت لمنظر سفر الرؤيا، هل ده لي اي مش محبوب؟ يعني احنا كنيستنا خلي بالكم مش بتميل خالص لحكاية ان احنا نكتر في وسائل ايضاح المحسوسة. يعني وسائل الايضاح دي وسيلة حديثة، لكن كنيستنا من زمان وسيلة الايضاح هي خيال. يعني حتى علماء التربية بيقولوا دلوقتي ما تكترش من وسائل الايضاح للاطفال لانها بتحد خياله. لما تقول له في ملاك منور كبير جناحه حلو وشكله عميق، هو بيتخيل. لكن لو جبت له مكت الملاك، اهو الملاك، اهو عارف اهو الملاك، فانا حديت خياله. فبيقولوا دلوقتي ما تكتروش من وسائل الايضاح. فالكنيسه منذ زمان يعني وسيله الايضاح بتاعتها هي الالحان والتسابيح الايقونات، لكن الحاجات المجسمة كنيستنا ما تملش ليها عشان ما عندناش تماثيل. فحكاية ان احنا نعمل مغارة الميلاد دي واخدينها من الغرب، كنيستنا ما هواش مغارة ميلاد. تمثيلية القيامة واخدينها من الروم، كنيستنا ما فيهاش دي. لكن لما حاجة دخلت واستقرت وناس حبتها بتمشي، لكن مش عايزين بقى ايه كل شويتين ندخل حاجة. لان اللي بيقوله جورج ان في بعض الناس راح عاملين منظر للمدينة السمائية بالاركت، مش كده، وقاعدين في وسطيه واتفرجوا عليه، هي مش اصيلة في الكنيسة. فما ندخلش حاجة جديدة، خلينا على اللي استلمناه، لان اللي استلمناه مفيش اروع منه. ماشي؟ اي حد عندي سؤال؟ ده جورج هو متولي الموضوع النهاردة تاني؟ طيب معلش اخر سؤال عشان عنده شغل. طيب فاد فاد بالنسبة للدورة بتاعت البوليس والدورة بتاعت الابراكسيس ودورة باكر وعشية، الشماس لما بيلف قدام ابونا بيلف بالصليب وهو بيقول الابرسات حلوة ولا بالصليب والبشارة؟ كفاية الصليب. أقول لكم إيه البشارة دي أصلاً؟ البشارة اللي بيمسكها الشماس هي أصلاً هي الكتمارس. حتى عند الروم لغاية دلوقتي هو دي الكتمارس، يفتحوه بغلاف فضي كده ويقروا من الإنجيل. صح كده؟ أنت متابعة معايا طبعاً. بتقول نحن هنا يعني. فكان تستخدم في قراية الإنجيل بس، واخد بالك يا جورج؟ في وشية الإنجيل الشماس يقف ورا أبونا ماسك الصليب والبشارة، ما يخلص يدخل في الهيكل يمشي بظهره وماسك البشارة وأبونا ماسكها وبيقول أبونا سرا، نفس العبارة اللي قالها سمعان الشيخ، لأنه ماسك بين إيديه الإنجيل اللي هو كلمة الله، وسمعان الشيخ كان ماسك كلمة الله. الآن يا سيد هتلك عاد. بعدين يطلع ابونا يحط البشاره دي فوق دماغه ويقول في اسم رؤوت اللي هي مبارك الاتي في اسم الرب، ويفتحه يقرا الانجيل. كان اصلا كده. فاذا البشاره تستخدم في وشيه الانجيل ده بس استخدامها، فملوش لازمه اثناء دوره البخور بتاعت اربع الناقوس او بولس او كريسلوكو او البراكسيس. اتفضل.
لحظة واحدة. في سؤال هنا. سلام سيدنا. سلام. أنا كان في سؤال يمكن كنت اتناقشت فيه مع قدس أبونا مكاريوس قبل كده. بالنسبة للقراءات بداية من العهد القديم الكتاب المقدس كله. من العهد القديم لحد سفر الرؤيا. كل جزء بنقراه ليه خاتمة معينة الشمس لما بيطلع بيقراها ما بنقدرش نغيرها. فهل دي ليها سبب معين؟ يعني كان في اعتقادي مثلا لما بنيجي نقرأ جزء من العهد القديم كنا بننهي بأي إصحاح نقول مجدا للثالوث الأقدس إلهنا أمين. العهد الجديد الأناجيل الأربعة والمجد لله دائما. أعمال الرسل لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. الرسائل والكاسي اللي يكون بولس الرسول. نعمة الله الآب تحل على جميعنا. وطبعا لا تحب العالم. سفر الرؤيا. ما انت شاطرة هو كأنك شاطرة. لا انا بس عايزة التفسير. سفر الرؤيا. هو ده السبب يعني. هو ده السبب. بالنسبة للعهد القديم سيدنا. يعني ما نقدرش نيجي ننهي قراية اي اصحاح في العهد القديم نقول والمجد لله. لازم نقول مجدا للثالوث الاقدس. هل ده بسبب ان العهد القديم كله كان بيشهد ان ظهر فيه الاقانيم الثلاثة فالثالوث الاقدس كان ظاهر وبفضل سيدنا. بس هي لو قلنا والمجد لله دائما ابدين امين ما فيهاش حاجة. لان ده خاتمة. لكن المردات دي عبارة عن اصطلاح. يعني اصطلح على ان كل قراءة تتختم بالطريقة دي. زي مثلا في المزمور نختمه هللويا. حتى لو المزمور في الانجيل كتاب مقدس مش ما اخره هللويا. لو انت قريت المزامير في الكتاب المقدس مش كلها مختومة بهللويا. لكن لما بنصليه نختمه بهللويا. لكن ما اقدرش اجي اصلي الانجيل واختمه بهللويا. هي مش خطيه مش غلط. لكن ده نوع من الاصطلاح والتنظيم وتوحيد الطريقه بحيث ما يبقاش كل واحد بيستخدم طريقه غير الثانيه. لكن ملهاش اي تفسير يعني. لان الثالوث القدوس في العهد القديم في العهد الجديد مش كده؟ يعني قصدي لما حد بيطلع مثلا يقرا لازم يختمها مجدا. بالظبط. ما ينفعش مثلا نقول لم تزل كلمه الرب في كل نهايه. أيوة. طبعا معروف اعمال الرسل لم تزل كلمه الرب على اساس الرسل متمثله في البطرك والاساقفه والاباء بيرشلوا بينشروا كلمه المسيح. بالزبط. انا قصدي ان لازم يعني كل قرايه معينه لازم خاتمه ليها معينه ليها الخاتمه بتاعتها. لكن لو مثلا شمس مش متدرب وطلع وقال حاجه ما هياش خطية مش غلط ما نضحكش عليه ما نضايقوش. افرض واحد قرى بولس في الاخر قال والمجد لله دائما ابدا امين بدل ما يقول نعمة الله الآن. معناه ان هو مش متمرن اتلخبط اول مرة يقرأ فما جراش حاجة. لكن الاصطلاح ان احنا كل حاجة ليها الخاتمة بتاعتي. نعم. ابائنا القدسين. احنا لا بصي احنا هقول لحضرتك احنا كنيستنا دي 2000 سنة. عارفين يعني ايه 2000 سنة؟ ده انتوا عندكم في امريكا كلها عمرها 200 سنة. ولما يكون في شركة كملت 100 سنة تبقى حاجة يعني مخضرمة. احنا كنيستنا 2000 سنة. سنة تضرب سنة يعني. وعلى مدى السنين في كل الأجيال كان في أباء علماء وأباء قدسين وناس فهمة وناس بتقول. فإحنا النهاردة أغنياء بميراث وتراث كل تراكمات بتاعة الأباء دي والاستقرار بقى. يعني كل حاجة اتقالت واستقرت. فإحنا النهاردة واخدينها على الجاهز. زي بالظبط لما يكون في جيل جه بنا كنيسه وجيل طلع اخدها على الجاهز تسليم. اللي بنا كنيسه طبعا تعب. كل كنيسه عندكم هنا في امريكا وفي مصر ليها قصه جهاد وتعب وناس تعبت فعلا ومشاكل برزت
ومعوقات والشيطان بيعطل وفي الاخر بتتبني، يجي جيل ياخدها على الجاهز. الشطاره بقى اللي خدها على الجاهز يعمل ايه؟ يحافظ عليها ويصونها ويكمل ويسلمها لبعد ما يجيش يبيع. هو ليه في كنائس بتبيع؟ الكنائس اللي بتتباع دلوقتي ليه؟ لان هم بنوا كنائس لكن ما بنوش شباب. فيجي جيل مش مقدر قيمة المكان، يقول لك احنا في صيانة بنتكلفها كتير والمكان خسارة نبيعه ونستفيد بفلوس. فده اللي موجود في الكنيسة، مش بس المباني، ما ورثناه في كنيستنا من تراث ألحان وتعليم وليتورجية، حتى الكتاب المقدس نفسه شيء غالي جدا استلمناه على الجاهز، متعبناش فيه، نحافظ عليه ونسلمه للأجيال بعدين. تسليم. شكرا يا سيد. في سؤال طقسي كمان، ليه احنا مش بنقرا السنكسار في الخمسين المقدس مع ان ايام البابا كرولوس السادس كانوا بيقرا؟ هو ده راي خاص لابونا رافائيل افامينا، وقال ان البابا كرولوس ما كانش بيشيل السنكسار خالص، لكن اتعودنا واستلمنا برضو ان في الخمسين بنركز على قيامه المسيح. لكن لو حصل مثلا احنا في الخمسين دايما بيجي عيد ماري جرجس، عيد ماري مرقس، شهيد دميانا، امبر سانيس، امبر بخوميس، من يومين، فلو مع زفة القيامة حطينا ايقونته المسيح مش هيزعل ولا هيقول انا واخد على خطر. لكن اتعودنا بدل السنكسار نقول زفة القيامة، وبدل الدفنار في التسبحة نقول نيم غار خني نوتي. بس انتوا اسئلتكم كلها طقسيه، واضح ان قدسك لا واضح يعني ان انتوا شبعينهم بالطقس. اخطيت يا سيدنا، هنغير بقى داخلين بقى على الاسئله اللي هي ايه. هتقول عايزين نرجع للاسئله الطقسيه. لا العفو، اتفضل. طبعا احنا بنرحب بسيدنا في الكنيسه بتاعتنا وبنشكره على البركه الكبيره دي، وكل الكنيسة فرحانة بوجودك سيد، ويمكن أكثر واحد فرحان هو أنا، لأني نفسي أشوفك من زمان. أنا بسمع لك كتير فيديوهات، وعشان كده كان نفسي أشوفك عشان أفهم أكثر. في موضوع طقسي أرثوذكسي، لا مش طقسي، هو أرثوذكسي، لا هو أرثوذكسي. أنا عندي سؤالين الحقيقة لو سمحوا لي يعني، بس أبتدي بالأرثوذكسي. في التناول احنا بنؤمن بسر التناول، وده اخذناه من انه اسسه السيد المسيح له المجد، ومش بس اسسه ده سلمه لنا كمان. والكنيسه في اعمال الرسل 2 كانت في بدايتها اسسوا سر التناول. وكمان لو لاحظنا ان بولس الرسول ما كانش موجود في الاثنى عشر تلميذ، لكن ربنا اعلنه وكلمنا في كورنثوس 11 على أهمية التناول، وإزاي نكون عندنا استعداد إن احنا نتقدم للسر ونحاسب نفسنا قبل ما نتقدم للسر. بس سيدنا في تفسيرين في التناول. التفسير الأول بيقول إن بالصلاة بيحل روح الله على القربان، بيتحول لقيمة جسد السيد المسيح، لكن يظل القربان بمدته، إنما يحل فيه قوة السيد المسيح. وإحنا لما بندخل نتناول بنعلن إيماننا بفداء السيد المسيح، لأن القربان ده بيرمز للجسد اللي تألم والطحن ودخل النار. فده واللي بيقولوا الرأي ده بيستشهدوا بيوحنا 6، إن في يوحنا 6 السيد المسيح لما تكلم عن الجسد والدم برضو، ده ما كانش في العشاء الرباني، ده هو كان يتكلم فيه في مناسبة تانية وفي مكان تاني. وفي آية موجودة برضو في يوحنا 6 بتتكلم عن الروحانيات، اللي هو كما سينك أرسلني الآب الحي، يوحنا 6:57 تقريبا. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب،
ومن يأكلني فهو يحيى بي. هنا أكل روحي. ده اللي هو الرأي الأول. الرأي الثاني سيدنا بيقول التفسير الثاني بيقول لي لا، أنت لما بتتقدم تاخد الجسد من على المذبح أنت مش بتاخد لقمة قربان، أنا بدي لك حتة لحمة. وصلي ربنا يفتح عينيك عشان تشوف حتة اللحمة دي. الحقيقة أنا كنت سمعت رد قدسك على حاجة زي كده وشبهتها بقرص الحديد، وقلت إن قرص الحديد بقيمته إحنا محتاجين، وقرص الحديد ده بقيمته هو اللي بيدي الـ لأن إحنا مش هنتحول إن إحنا ناخد أكلين لحوم البشر أو دراكولا بنشرب الدم. فأنا عايز سؤالي إنهي التفسير الصح وإنهي الـ أخطيت يا سيدنا. أزود بس نقطة، هي عشان الباك جراوند اللي احنا جايين منها من أماكن كتيرة مبقاش متأسسين هنا، فده سؤال مهم قوي قوي قوي. وأنا من ساعة ما جيت هنا الكنيسة تسأل لي السؤال ده من كذا حد وبجهاز أسلوب مختلف، فنرجو من نيافتك توضيحه بأبسط صورة وبأوضح صورة. أخطيت سامحني. بصوا انتوا عايزين أبسط صورة ولا عايزين شغل كليركية؟ ابسط صور، خلينا ابتدي بالبسيط واطلع على الاكبر. بصوا المسيح قال ايه، This is my body, This is my blood. احنا نرد نقول له ايه؟ امين. هذا هو بالحقيقة امين، نؤمن ان هذا بالحقيقة امين. فاحنا بنصدق كلام المسيح، ودي اللي قالها معلمنا بطرس في اخر يوحنا 6، قال له الى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. الكلام البسيط إن لما المسيح يقول ده جسدي بنؤمن، أما كلام الإكليركية إن إحنا نقعد نفحص هو إيه اللي حصل بالظبط. وفيها ديبيت تاريخي اللي هي ترانسبستيوشن، ومش عارف إن في ناس بيقولوا التحول في الجوهر والتحول في الشكل ومش عارف إيه. أنا مش عايز إحنا ننشغل بيها إلا لو حضرتك متخصص تبتدي تعمل دراسة، لأن في فرق حتى بيننا وبين الكاثوليك في الحتة دي، فرق دقيق جدا ما يستاهلش أن نشغل به الناس. لكن أنا عايز الإيمان بتاعنا مصدقين أن ده جسد حقيقي وده دم. إيه المسيح قال جسدي مأكل حق، في العربي قال حق، لكن هي في الحقيقة حقيقي. يعني حتى في الانجليزي انت تقول ايه، my body is food indeed, my blood is drink indeed. يعني احنا بناكل بالحق جسد حقيقي ودم حقيقي للرب يسوع المسيح. حكاية ان المسيح قال الكلام ده في اصحاح 6 مش مع يوم الافخارستيا، ده اشبهه بايه؟ حضرتك مثلا أستاذ في الجامعة بتدرس كيمياء، في المدرج اديت محاضرة، وفي المعمل عملت لهم الحاجة اللي انت اديتها في المحاضرة، ففي ارتباط بين المحاضرة وبين العملي. فالمسيح في إنجيل يوحنا صح 6 تكلم عن الإفخارستيا وليلة ألامه عملها، فده هي دي. لكن لما يجي حد يقول لا ده ما كانش بيتكلم عن الإفخارستيا خالص، ده بيتكلم عن حاجة روحية، لما هو قال جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكلني يحيى بي. فهي طبعا معناها اللي اتقال في يوحنا 6 هو بعينه اللي اتعمل في ليلة العشاء السر. وزي ما حضرتك استشهدت بأن الأباء الرسل منذ أول يوم مارسوا هذا السر، والكنيسة من البداية. أنا في السؤال اللي فات قلت احنا بقالنا 2000 سنة، يعني في فرق ان احنا النهارده قاعدين نكتشف ايماننا ونبتدي ننحت ترمينولوجي جديد ونبتدي نقول طب ده كان قصده ايه ما كانش قصده ايه. الكلام ده لما يكون لسه المسيح بقاله 3-4 سنين، لكن لما يكون 2000 سنة معناها الموضوع اتفهم من زمان واتقال من زمان وبقى يعني ستيبل، والايمان بتاع الكنيسه بقى واضح جدا ومستقر. فما قاله الآباء، يعني مثلا يوحنا ذهبي الفم في القرن الخامس عمل كتاب اسمه الكهنوت، ده مترجم انجليزي وعربي كل اللغات، ما
من أهم الكتب عن الكهنوت بيكلم عن الكهنوت، لكن by the way بيقول للكاهن خلي بالك أنت بين إيديك جسد الرب. يعني هو مش قصده يشرح إفخارستيا، لكن جات by the way أنت من خطورة الكهنوت أن أنت ماسك بين إيديك المسيح نفسه. وبعدين أبونا في الاعتراف بتاع القداس يقول هذا هو الجسد الذي أخذه ابنك الوحيد. This is the body, the life-giving body. اللي هو أخده من العذراء ماريا. هو بعينه. المسيح ما عندوش أجساد كثيرة. هو جسد اللي أخده من العذراء. هو بعينه اللي احنا بنتناوله. هو موجود في السماء وموجود في كل كنيسة. فإحنا ناخدها بالبساطة دي. ده جسد حقيقي، دم حقيقي. أما حكاية إن أنا أكلت لحمة، حدش فيها أكل لحمة، مش كده؟ ما تتقالش التعبير ده، يعني حتى الكنيسة عمرها ما قالت هذا التعبير. بنقول أخذنا جسد وذبيحة غير دموية، ما قلناش خدنا أكلنا لحمة وأرقشنا عظم. ما قلناش إن اللي في الكاس فيه هيموجلوبين وبلازما و واحد من حقه ياخد نقطة يحطها تحت الميكروسكوب يعمل المسيح صورة دم كامل. محدش أفكر بالطريقة دي. لا احنا مش هنقول اي تفسير غير ان ده جسد حي دم حي، وناخده بهذا الايمان عشان ما اقعش في حتة ان تفسير بروتستانتي بيقول لا ده اساسا مش جسد، وتفسير اخر اللي هو بيقول بقى تحويل الجوهر، الجوهر بتاع الخبز تحول الى لحمة. حاجة تانية، السيد المسيح قال أنا هو الخبز النازل من السماء. هل ساعتها المسيح اللي لأنه بقى رغيف؟ قال أنا هو الخبز النازل، من يأكلني يحيى بي. وعين في نفس الوقت يقول من يأكل من هذا الخبز يحيى للأبد. إذن هنا المسيح لما نادى على نفسه أن أنا خبز، ولما شاور على الخبز قال ده جسدي، يبقى نفهمها أن هي بطريقة سرائرية. وكلمة سرائرية معناها ايه؟ مش سكرت. ايه الفرق بين سكرت وبين السر بتاع الكنيسة؟ ميستري. احنا بنستخدم سكرت ميستري او ساكرامنت. يعني في اسرار الكنيسة نستخدم كلمة ساكرامنت او ميستري مش سكرت. ليه؟ لان سكرت معناها انا بقول لابونا كلمة في ودنه اقول له سمحت متقولش لحد، لكن اسرار الكنيسة كل الناس عارفها. بس ايه اللي مش عارفينه؟ ايه السكرت فيها؟ ايه الميستري اللي فيها؟ ان هو اسمه جسد لكن انا مش شايف في عينيا جسد، ان ده اسمه دم لكن انا مش شامم ريحة دم. عشان كده احنا عايزين ما نوقعش نفسنا في تفسير كتيرة تفلسف الموضوع وتضيع بساطته. لان انا في مرة سمعت شريط ايام الشريط الكاسيت لواعز بروستانت بيقول ايه؟ يا اخوة في عرس قانا الجليل الرب يسوع حول الماء الى خمر. دي معجزة. قالوا اه. طيب هل الماء استمر شكلها شفاف ولا لونها تغير؟ قالوا لا لونها تغير. طيب هل طعمها قعد ماء ولا طعم خمر؟ قالوا لا ده لما دقوها كانت خمر. قال هو ده التحول. لكن لما نيجي بقى في سر في المائدة، هل الأبركة بتبقى طعمها دم؟ قالوا لا. هل الخبزة بقت جسد؟ قالوا لا. إذا ما فيش تحول. التحول كان في عرس قانا الجليل. طبعا ده مغلطة، لأن الأباء القديسين فهموها إزاي؟ قالوا إن إحنا في بعض الحاجات مش هنقدر نصدقها غير لما نشوف بعينينا. فلما يجي المسيح يقول ده دمي مش هنصدق. فراح عمل ايه؟ حول الماء لخمر علشان نعرف ان المسيح له مقدرة ان يحول الماء الى خمر بطريقة حسية، عشان لما يحول الخمر للدم بطريقة غير حسية نصدقه. بدليل ايه؟ قالوا بدليل ان المسيح لما جه يشفي الراجل المريض اللي نزلوه من السقف، اول ما بص في وشه قال له يا ابني ايه مغفوره لك خطايا. طب دي حاجه محسوسه ولا مش محسوسه؟ مش محسوسه. فالناس قالوا مين ده اللي ليه سلطان يغفر خطايا؟ قال لهم طيب هعمل لكم حاجه محسوسه عشان تصدقوا اللي هو قال لهم
أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم يقال احمل سيرك وامشي؟ يعني قال له احمل سيرك وامشي. ففهموا أن اللي ليه مقدرة أن يشفي إنسان مفلوك ويحمل السرير ويمشي أكيد ليه مقدرة أن يغفر خطايا الشيء اللي احنا مش نشوفه بعينينا. ودي تنطبق بقى على كل ما عمله المسيح معانا. يعني احنا بنقول الإنسان يولد والشيطان له سلطان عليه. أي إنسان بيتولد الشيطان ليه سلطان عليه، السلطان ده بينتهي يوم المعمودية. احنا الحقيقة مش بنشوف حاجة، طفل مولود بريء وحلو ويتعمد يطلع زي ما هو، لعين لنور عينه تغير ولا لون شعره تغير ولا لون بشرته تغير. في سر ايه اللي يخليني اصدق ان المسيح حرر هذا الطفل او هذا الانسان الكبير من سلطان الشيطان؟ ان انا شفت المسيح بيخرج شياطين. ايه اللي يخليني اصدق ان المسيح بيشفي طبيعتنا من الفساد؟ ان انا شفته بيشفي الابرص. ايه اللي خلينا نصدق ان احنا في المعموديه بناخد استناره؟ ان شفته بيشفي مولود اعمى. يعني الاباء فهموا المعجزات بتاعه المسيح مش استعراض عضلات، لكن كانت معجزاته عشان يبرهن على قدرته ان يقدر يعمل فيها معجزه بس انا مش هحسها وانا اصدق. لما يجي اعترف وابونا يصلي لي التحليل انا ببقى مطمن 100% ان اتغفرت خطاياي، انا ما شفتش حاجه. عشان كده لما جه توما عايز يشوف بعينيه، المسيح قال له لأنك رأيتني يا توما أمنت. ده ينفع؟ طوبى للذين أمنوا إيه؟ فإحنا مش عايزين نشوف، إحنا مش عايزين نشوف، إحنا عايزين نآمن من غير ما نشوف. والإيمان زي ما قال بولس الرسول هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور إيه؟ لا ترى. طب الإيمان ده مبني على إيه؟ على قول المسيح This is my body. أقول له أمين، مش هراجع عليك. عارف يا رب يسوع لو حد غيرك قال الكلمة دي كنت هقول له لا اثبت لي، لكن أنت تقول وراجع عليك. قديس كيرلس الكبير يقول إيه؟ ثق أنه جسد حقيقي لأن الذي قال هذا هو الصدق بعينه. المسيح هو الصدق، فما قدرش المسيح يقول ده جسدي وأنا أبتدي أفحص وراه. لكن في معاهد اللاهوت ممكن بقى يبتدوا يدرسوا التاريخ بتاع الإيمان بهذه الحقيقة وتفاصيلها والكمباريتيف ثيولوجي مع أفكار أخرى، ممكن تبرجل الناس. ماشي؟ تفضل كارلوس. أنا هقول سؤال، معلش أقول حليني. هو أولا طبعا احنا عارفين امبارح سيدنا كان بيناقش رسالة طيب أنا بشوف الفيس يا سيد. سيدنا في سؤال بينه بين نيافته ونيافت المتنيح الأب غريغوريوس. أنا في جلسة زي كده برضو مع الأب غريغوريوس قال أمريكا هتغرق الأول في الطوفان. ومبارح أنا قريت مقال لسيدنا عن الطوفان في أمريكا، فشوف بقى يعني أبونا أغاثر الرجل الصالح. هو طبعا كلمة الطوفان يقصد بها إيه؟ إيه الفرق بين الطوفان والفيضان؟ فيضان النيل مثلا ان طالع من النيل، لكن الطوفان ربنا يحميكم يعني ده قال من فوق ومن تحت زي التسونامي، امطار والبحر نفسه قاع البحر ارتفع فطلع المية غرقت الدنيا، فده يعني حرفيا. لكن من ناحية الروحية الطوفان يقصد بيها ان افكار كثيرة من اماكن كثيرة جاية تخبط في الكنيسة، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. وربنا يستر ما يزيدش بقى، هتلاقيها من مين ولا منين؟ من الالحاد ولا من الشواذ جنسيا ولا من الاباحيه ولا من العلمانيه ولا من الناس الهراطقه اللي عاملين يغيروا في الايمان ولا اللي من بره الكنيسه ولا من جوه الكنيسه ولا ايه ده؟
يعني الواحد عمال يخبط يعني يده صد هنا وصد هنا وصد هنا، ده طوفان. الطوفان دوت ما يخوفناش لان احنا عندنا الفلك. ما هو الفلك؟ كنيسة. من هي الكنيسة؟ هي المباني. الكنيسة هي الإيمان المستقيم. كل ما بحتمي في الإيمان ما اديش فرصة لحد يغير فكري. أكيد يعني الله في وسطها فلن تتزعزع. فإحنا جوه الكنيسة بمعنى جوه الإيمان المستقيم. أنا عارف طبعا أن من ضمن وسائل الناس اللي بيحاربوا الكنيسة يقولك طب إيش ضمنك أن الكنيسة القبطية إيمانها مظبوط؟ ما كل واحد بيقول على إيمانه مظبوط. في الحقيقة أنا بقول كده لنفسي، أنا مش حقل تجارب. مش كل واحد عنده فكرة ورأي يندي له ميكروفون في الكنيسة ويشرح لنا وجهة نظره. وأنا دايما بفكر نفسي بفكركم أن إحنا كنيسة عمرها 2000 سنة، مش لسه هنكتشف إيماننا، مش لسه هنحط تعبيرات جديدة، مش لسه، لا. إحنا كشعب المسيح استلمنا وبنصلي وعايشين وفرحانين وماميين، وكنيستنا عمالة تنمو. ليه؟ لأن إيمانها مستقيم. يمكن الكنيسة الوحيدة في العالم اللي لسه بتبني كنائس. يعني في حد أب كاهن هنا في أمريكا من 2-3 كده حكالي، قال لي إحنا بنعمل نبني كنيسة. فلما راح للجهات المختصة بيسموه هنا إيه، الحي عندنا بيسموها ستيت، فالموظف بيقول له هو أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ إحنا أول مرة نشوف ناس بتطلب تصريح لبناء كنيسة. إحنا عندنا بيجي يقول له عندنا كنيسة عايزين نبيعها. أنتوا مين؟ ما فيش حد بيبني كنايس. وعندنا شهداء. مش الشهادة دي دلالة على صدق الإيمان وثباته؟ فإحنا خلاص ماشيين في سكة ناجحة، ما نخرجش بره. هو ده الفلك اللي يحمينا من طوفان الأفكار اللي جاينا من كل حتة. تخيل لما يكون البشر النهاردة في القرن 21 ابتدوا يكتشفوا ان في جندر غير الميل والفيميل، ايه الجنان اللي فيه العالم ده؟ لما كنت في استراليا من 2-3 قالوا لي احنا عشان تكتب ابليكيشن في البند بتاع الجندر فيه 14 اوبشن. ايه الجنان بتاع العالم ده؟ وبعدين هيودونا لفين؟ يعني البشرية راح على فين؟ ده أحد البنود بتاعة الطوفان. طبعا الجماعة الإيثيست عندهم حيل ووسائل علشان ينشروا إن ربنا مش موجود، وكأن ده يعني موضوع مهم بالنسبة لهم يلغوا وجود الله. طب يا سيدي أنت مش بتؤمن بوجود الله، خليك في حالك. لا، عايز كل الناس تبقى تابع. وربنا يحميكوا جميعا في الإباحية والحاجات دي. النجاسة دي منتشرة في كل العالم، درسوها في المدارس. وكان زمان الواحد عشان يتفرج على فيلم يبقى من تحت الترابيزة كده وبعيد وبتاع، دلوقتي وان كليك بيشوف كل الدنيا. هو ده الطوفان اللي انا اقصده. يعني فما يخوفكمش طول ما احنا فين؟ في الفلك. خلينا in the ark. اتفضل يا استاذ ياسر. لحظة واحدة عشان الصوت يبقى طالع. بالنسبة لسيدنا للتناول، زمان في الأجيال البعيدة كان التناول جوه الهياكل، ما عرفش يعني التطور لغاية ما بقى التناول بره الهياكل. لا، في حين لو أبونا بيكلم مع واحد وقبل ما يتناول أو جديد أو عاوز يستوصل منه عن حاجة أو هيحرمه، فبتبقى جوه الهيكل فمختلفة عن وهو برا الهيكل. بصوا نسيت العفو، كلمة الهيكل يقصد به المذبح وما حوله، ده مش مسموح حد يدخله غير الكهنة والشمامسة بس. لكن الشعب بيتناول برا الهيكل. جايز حسب الهندسة بتاعت الكنيسة ان كان يبقى في أوضة الناحية دي أوضة الناحية دي للمناولة. افرض كنيسة فيها الاتساع ده، كنيسة ما فيهاش، فدي مرتبطة بالستراكشر بتاع الكنيسة. لكن جوه الهيكل عند المذبح ما بيتناولش غير الكهنة والشمامس خدام السر. ممكن لا تكون دي نوع من الخطأ في الممارسة. بدليل ايه؟
كانوا بيسمحوا للرجال يتناولوا في الهيكل لكن الستات لا. ما ده مش اسمه هيك، مش اسمه هيك، مش ما اسموش هيكل، أوضة تناول. الهيكل لازم فيه مذبح، ما يدخلش فيه الستات خالص، طالما مكان مدشن ما يدخلش فيه غير الكهنة والشماس، فيبقى المناولة برا المذبح. هديك دليل، ركزوا معي، ركزوا معي، ركزوا معي. عندنا في الكنائس الأثرية في حامل أيقونات الحاجات الأثرية اللي هي من الطعامة دي، بيبقى فيها شباكين، الشباكين دول عشان يناولوا منهم الناس من بره، ما كانش حد يدخل الهيكل خالص. لو حصل تجاوز في وقت من الأوقات يدخلوا الرجال يتناولوا، الستات يقولوا شمعنا، فقلنا لا مش الرجال، حتى الرجال ده اللي بيدخل الهيكل كهنة والشمس كل يتناول من بره. لو الكنيسة مسموح فيها حجمها يسمح بأوضة للمناولة جنب الهيكل، أبونا بيروح في الجنب يناول، وكذلك عند السيدات لو ما فيش دية بنطلع برا الناس تتناول. أيوة سيدنا، سؤال بس بسيط معلش مش هطول. هو نيافتك جاي عشان في رسالة ماجستير هتبقى عاملها الثلاثة الجاي، عاوزين نعرف إيه الفكرة اللي كانت في دماغ نيافتك إنك تناقش الموضوع دوت، وهل الموضوع دوت له ترتيبات له سنين طويلة، وليه جاي تناقشه في أمريكا وما تناقشه في مصر؟ معلش. اولا نمره واحد، انا مش جاي مخصوص عشان الحكايه دي، الموضوع ده فعلا امام الله مش بيشغلني يعني، لكن انا جاي في الزياره السنويه الطبيعيه باجي فيها باستمرار في الخمسين في امريكا، ما عدا انا جيت السنه اللي فاتت بس، في قبل كده سنتين ما جتهمش او اكتر عشان ظروف كورونا، لكن انا باجي كل سنه، وممكن اماكن ما روحهاش سنه واروحها سنه اللي بعديها، لكن نيو جيرسي بالذات باجيها كل سنه تقريبا، ليها معزه خاصه. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو الموضوع ان انا في الموضوع اللي انا عامل فيه رساله ده شغلني، اسمه تدبير الخلاص. شغلني ليه؟ لان احنا استلمنا ايمان لامع، طلعوا جماعه البيزنطيين عندهم معاهد لاهوت هنا في امريكا، بيقولوا اللاهوت اللي بيقولوه في الكنيسه القبطيه غلط، وبداوا يدرسوا بطريقه تانية، وللاسف الاباء الكهنه والخدام اللي بيحبوا دراسه لاهوت بيدرسوا عندهم فينبهروا بيهم ويقولوا دي الكنيسه بتاعتنا ماشيه غلط، احنا عايزين نصحح. فانا عمال الف كل ما اروح حته الاقي الاسئله كلها في الموضوع ده. فبقالي سنين عمال ايه ارد، ونتيجه الردود عمال اجمع كمان اقوال اباء وغيره، فبقت كتابين عملتهم من سنتين، كتاب اسمه اكلته بارادتي، وكتاب اسمه اردت ان تجدده. لما جيت السنه اللي فاتت كان معايا الكتابين دول بوزعهم هدية للأباء اللي بقابلهم، فتقابلت مع أبونا أبراهام عزمي اللي هو كناتيكا، وهو عميد الجامعة اللي اسمها هولي صوفي، ورئيسها نيافة الأنبا ديفيد، جامعة قبطية أرثوذكسية. فهو اللي اقترح، قال لي طب ما خسارة الكتابين دول ما نعملهم رسالة. قلت له انا يعني الموضوع مش على دماغي خالص. قال لي لا، ده احسن للكنيسه ان يكون الموضوعين دول متوثقين علميا وتبقى رساله. الكلام ده السنه اللي فاتت بس في الخمسين برضه. خلال السنه دي كنت انا كتابين دمجتهم مع بعض، والصياغه بتاعتهم بدل ما صياغه كتاب بقت صياغه رساله علميه بالكوتيشنز وكل حاجه يعني، وتقدمت وتتناقش بإذن الله الثلاثة الجاي. جايز هنكون أونلاين على زوم يعني، هو حاطينها على زوم وهنتناقش على الهواء كده قدام كل الناس.
مش عارف هيعملوا ايه، لكن اصل لوغوس في لوس انجلوس، مش عارف ليها هنا. ممكن اكيد امبا ديفيد هيعمل كده. دي واحدة اقول لكم ايه اهمية الحتة دي. الافكار الجديدة بتقول ايه؟ بتقول ان احنا ما ورثناش خطية ادم، وان ربنا مش بيعاقب الناس على الخطية، وان ما فيش حاجة اسمها جهنم ولا في حاجة اسمها الجحيم، وان المسيح على الصليب بس اعلن حبه، لكن ما فيش دين علينا سدده ولا قدم نفسه للآب. حاجات غريبة عكس اللي احنا بنقوله في صلواتنا لترجية وفي تسليم الآباء. والكون آخرين يقولوا كده مش غريب، لكن الصعب ان كهنة أقباط يتعلموا في المعاهد دي ويعتبروا ده الصح واللي احنا بنقوله غلط، ويقولوا طبعا، ويقولوا البابا شنودة ما كانش متعلم ولا دارس، وانتوا كلكم تعلمتوا منه جهل وما بتدرسوش ما بتقروش، وانتوا مش اكاديميين وحاجات زي كده. فلما يبقى في مجهود علمي يتقدم للكنيسة يتحط في مكتبات الجامعات، لان اي رسالة بينصح بانها تتحط مع كليات اللاهوت الاخرى، ونقول ده مجهود كنيسة، على الله يساعد شوية. شكرا. خطيت سيدنا بس عشان نعرف أهمية الموضوع ده، نيافة الأنبا ديفيد قرر أن اجتماع الكهنة كله والنيو جيرسي ونيويورك وكناتيكت وكل المنطقة بتاعته هتكون مع نيافة الأنبا رفائيل يوم الثلاثة الجاي في كناتيكت، ونروح تبقى فرجة هنروح كلنا نحضر وهنسقف لك سيدنا. وتعيش وتعلم يعني اللي مشتري يتفرج. معلش يا سيدنا برضو ليه هنا تتناقش وما تناقشتش في مصر؟ انا بتكلم عشان اوضح للكل. لا ما انا بقول لحضرتك هي ال- 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 الفكرة جت كده. انا ما كانش في هدفي ان انا اقدم حاجة، لكن لما تقابلت مع ابونا ابراهام هو اللي شجعني، وهو اللي تبنى ان ياخدها في هولي صوفي. لكن كان ممكن تتقدم في الاكليركية في مصر او في معهد الدراسات، لكن متهيالي تكون اقوى هنا. يعني تبع تعمل صدى شوي. صدقيني معاك حق، يعني داخل فيها اتجاهات كثيرة، واتمنى طبعا هنقشها عربي، اتمنى بعد كده ترجمها انجليزي، الترجمة تبقى سهلة. ليه؟ لان هي معظمها كوتيشنز، والكوتيشنز احنا مترجمينها من الانجليزي للعربي، فهنرجع للاصل بتاعها مع الشرح تطلع رساله كويسه للناس اللي عايزه تعرف الصح من الغلط. يعني جهزتوا ناس الطبع اللي على طول تتقال يعني بتتوزع؟ ان شاء الله. اتفضل. انا برحب بسيدنا، وبركه كبيره انك زرت كنيستنا. والأستاذ سامح بيقول إن أول مرة يشوف حضرتك، فأنا بفكرك بس تقريبا في سنة 88 في دير ست جميانة كان قدسك حاضر اجتماع مع نيافة الأنبا بشوي الله ينيح نفسه، ونيافة الأنبا بشوي الله ينيح نفسه لما كان بيقدمك كان بيقول أستاذنا ومعلمنا. لا مش للدرجة. لا 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 يا سيدنا قال كده. صدقني الدرجات. لا طبعا. صدقني الأنبا بشوي الله ينيح نفسه خلاص عديها المرات. قال أستاذنا ومعلمنا في الألحان، وفعلا أنت بقيت أستاذنا. شكرا. وبتعلمنا وربنا يديم كهنوتك يا سيد. أنا هسأل قدسك بقى. خلينا في السؤال من المقدمة. ماشي. هسأل قدسك مش سؤال في الطقس. هو آدم لما أخطأ وربنا قال له موتا تموت، آدم ما كانش شاف حد مات قبليه، إزاي يعني هو يديله عقوبة ما شافهاش قبل كده؟ يعني ما شافش حد مات قبل كده عشان يقول له موتا تموت؟ فعايزك تفسر لي بس الحتة دي. وشكرا. بصوا إحنا نتوقع إن الله لما خلق آدم خلقه كامل الحكمة،
كامل الحكمة بس مدعو للنمو في هذا الكمال. يعني لأن الوحيد اللي كامل مش بينمو في الكمال هو الله. فالله خلق الإنسان كامل ومدعو للنمو في الكمال. من ضمن الكمال إن هو يفهم، يفهم ما قاله الله، لأن مش ممكن الله يقول له أمر وهو مش فاهمه وبعدين يحاسبه عليه. فإحنا نتوقع يكون فهم كويس جدا إيه معنى الموت ومعناها الانفصال عن الله، كأن ربنا بيقول له إحنا حبايب وأصحاب، لو أنت خلفتني في الحتة دي هنبتعد عن بعض هتموت. فمعناها كان مفروض يكون فاهم يعني. تفضل. نشكر محبتك سيدنا. في عندي سؤالين. الإنسان قبل ما بيتنيح الفترة بين النياحة والاعتراف أو التناول بيبقى فيها خطايا أكيد، إزاي؟ لأن المسيح بيقول أي حاجة بتحصل حي بتعاقب عليه، الفترة دي الخطايا دي بتتغفر إزاي؟ ده دور بقى وشيء الراقدين والترحيم وصلاة على المنتقلين. ما اللي بنصلي على المنتقلين في وشيء الراقدين؟ أبونا بيقول إن كان قد لحقهم تواني أو تفريط كبشر فأنت كصالح محب البشر اللهم تفضل اغفر لهم. فبنطلب الغفران عن الخطايا اللي انت بتقول عنها دي، حاجة عدت عليها ما خدتش بالي. طبعا دي تبقى فرصة للشيطان يشتكي ضدي. فالكنيسة بتخلص الشيطان بأشياء الراقدين بالصلاة على المنتقل نفسه ساعة ما بتنيح وبالترحيم. بس مش معناها حد يتنقل من الجحيم للفردوس، نيفر ايفر يعني، اللي دخل هنا خلاص. بس هي الحتة المعضلة بتاعتها. طب انا افرض في حاجة كده، ربنا هياخدني كده من رموش عناية حطيني في جهنم عشان غلطة غلطتها بعد ما تناولت وقبل ما تموت؟ لا. طب ربنا هيتنازل؟ ربنا متنازلش. طب ايه سبب الغفران؟ الكنيسة بتصلي. بص كمان مرجعها في الكتاب المقدس، السيد المسيح لما اتكلم عن التجديف على الروح القدس قال أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآتي. إذا في غفران في الدهر الآتي لمين؟ للسهوات والهفوات والحاجة اللي عدت كده، لأن ربنا بياخد حياتنا أزول مش مسكني من يعني. واحد عايش كويس وآخر حاجة غلط وروح ربنا لقطه، إيه ده؟ مش ممكن. طب الحاجة دي لا، الكنيسة في مساحة من الغفران بسبب صلوات الكنيسة. السؤال الثاني، من أيام المسيح وعهد الرسل في انقسامات في الكنيسة لحد النهاردة، إزاي نتعلم نحب بعضنا بالقلب مش بالكلام؟ بصوا، في فرق كبير بين المحبة وبين التمسك بالإيمان، ولا يوجد تعارض بين الاثنين. هديك مثل. السيد المسيح وقف يتحاكم قدام بيلاطس البنطي. بيلاطس كان وثني، ومع ذلك المسيح قبل يتكلم معاه وياخد ويدي، ما قالوش انت وثني ابعد عني. فهو علمنا ازاي اتعامل مع الاخرين، لكن انا مش هقبل اللي هو بيقوله. يعني المسيح ما قالش قال وثنيه صح. فإحنا نقبل الناس ونتعامل معهم ونحبهم، لكن ما نقبلش أفكارهم الغلط. وده ينطبق مش بس على الطوائف والعقائد والبتاع، حتى على الناس الإيثيست، حتى على الشاذين جنسية. إحنا لما بنقول في الكنيسة الشذوذ الجنسي لا نقبله، مش معناها مش بنقبل الناس. إحنا أهلا وسهلا، أنت عندك كده، بس أنا بقولك اللي أنت فيه ده غلط ودي خطية دخلك جهنم، لكن أنا مش أكرهك. زي بالظبط يقولك الطبيب يحب المرضى ولا يحب المرض. فالله يشفق على الجميع، لكن مش موافق على بيعملوه. فإحنا نحب كل الناس لكن ما نوافقش على الهرطقات. هو فكرة كان مثلا أثناسيوس الرسولي عنده في قلبه غل ضد أريوس، لو في غل ما يبقاش قديس، لكن يقبل الأريوسية لا يمكن. بدليل إيه؟ ان اثناسيوس اتعرض للنفي 5 مرات لكن عمره ما عمل وشاية عند الامبراطور ضد اريوس. الطريقة دي مش بتاعتنا،
الأريسين يروحوا يعملوا شاية ويقلبوا الملك على أثناسيوس ويجروا وراه يجيبوه ويحطوه في المنفى، وبعدين فين لما يكتشفوا انه صح فيطلعوه. خمس مرات تكرر، لكن هو ما عملش كده معاهم. فاحنا نحب الناس لكن يبقى واضحين جدا في ايمانياتنا. انا بحب المسلمين ليا اصدقاء مسلمين لكن مش وافقوا على الاسلام ولا هاشترك معاه في الاسلام. احب الملحد لكن مش وافقوا على الالحاد. وهكذا مع اي حد بيختلف في العقيده نقول له احنا حبايب واصدقاء، نقعد ناكل مع بعض ونتقابل ومش عارف مجلس كنايس وبتاع ونتصور مع بعض، ومش بنضحك على بعض، لان مفيش شيء يلزمني اضحك على الناس او اتسول المحبه بتاعتهم. مش عايزين حاجه، احنا كنيستنا مش محتاجه حاجه من حد، لكن الحب ضروره باعتبار ان احنا مسيحيين حتى الاعداء. لكن ما وافقش انسان على هرطقته. وسبب الانقسامات والهرطقات هو ايه؟ ان الكنيسه ما فيهاش مبدا التصفيه الجسديه، يعني ما عندهاش مبدا من الاول ان اللي يخالف الايمان نطخه بالنار كنا خلصنا من الهرطقه، لكن لا دي مش موجود. فاول ما واحد بيقول راي غلط بنعمل ايه؟ بنتناقش. لو اقتنع خير وبركه ويدارك دخلك شر، لو ما اقتنعش بنقول له طيب اسكت ما تعلمش باللي انت بتقوله، لو ما سكتش بنقول له اطلع بره، لكن مش بنموته. ودي بشبهها دايما زي سيمفونيه بيعزفها اوركسترا ضخم، وفي المايسترو بينظم الاداء، واحد غاوي انه ينشز هيبوظ السيمفونيه ويؤذي اذان الناس. المايسترو يعمل له ازاي؟ يظبط معانا، ظبط. طب لو ما ظبطش يقول له ايه؟ اسكت. طب لو ما سكتش ايه؟ يطلعوا بره، يطلعوا بره، مش هيطخوا بالنار. ومش معناها في عداوه بيني وبينك، هاجي بقى انا بعد ما تخلص الحفله اقول له انت ليه تعمل كده؟ مكان اللحن جميل، يقول لك انا المكنه بتاعتي احسن مكنه وكان الناس تسمعها. هي صحيح الآلة الموسيقية بتاعتك رائعة، بس لما عزفت لحن منفرد بقيت نشاز. زي عندنا في خوارس الشمامسة، لو واحد معجب بصوته وسرسع بوظ الخورس. حتى لو كان صوته حلو، امتى يبقى الصوت حلو فعلا؟ سيمفونية مع بعض. انت عارفين كلمة سيمفون باليوناني معناها يعني الهارموني بتاع الأصوات، ودي الكلمة دي مستخدمة في نيم ناي سيمفونية. يا لهذه السيمفونية بتاعت الآباء والأنبياء كلهم قال عزفوا لحن واحد. إيه لازمة واحد يخرج يقول حاجة غلط؟ هيبوظ اللحن، هيبوظ الإيمان، هيبوظ التسليم. فنقول له إما تظبط وإما تسكت وإما تخرج. الكنيسة مختلفة فيه نفسها، هل صلاة الثالث صرف الروح ولا صرف روح الحزن؟ مات الأنبا أغريغوريوس وهو مصمم على صرف الروح، والبابا شنودة مصمم على روح الحزن. علي الناسي، انتوا ايه رأيكم؟ روح الحزن؟ لا روح الحزن. بصوا، المسيح قال للص لمين؟ اليوم تكون معي في الفردوس، مش بعد ثلاث ايام. وده البرهان اللي كان بيستخدمه البابا شنود. قال الواحد ساعه ما بيموت ما بيقعدش ثلاث ايام، لان انبا غرغوريوس طبعا ابونا كلنا واستاذنا وتعلمت منه كتير من كتبه ومن مباشره، لان طبعا كان هو اسقف وكنت انا اسقف برضه، يعني هو تنيح وانا اسقف. لكن كان بابا شنودة يقول كده، كل ما كتبه أنبا غرغوريوس أكثر من رائع ما عدا في مجال الروح. ليه كده آراء شخصية في موضوع مجال الروح. فهو كان بيقول إن الإنسان بعد ما يموت روحه تخرج من الجسد تحوم حوالين المكان ثلاثة أيام لغاية ما نيجي نصلي الثالث فتنصرف. وكان بيقول حاجات غريبة، يعني يقول له افرض طب واحد مات حادثة، يقول لك نعمل الثالث مكان الحادثة. لو في البحر نروح عند شاطئ البحر. لكن انت
فكان البابا شنودة يقول لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، احنا فعلا نحترم كل تعليمه من جهة طبيعة المسيح والثالوث وكل حاجة الى الحتة دي. اسمه ايه الجوز؟ فيلم اسمه جوز غوست غوست غوست. ايه الفيلم؟ ما اعرفوش هو شا. بس ايه يعني؟ لا دي حاجات خيال، خيال مخرجي. دي حاجة مرعبة يعني، الواحد واحدة عارفة ان جوزها مات وراحت دفنته ورجعت تدور عليه في البيت لحسن يكون مش هي. دي حاجة مرعبة، ده حاجات افلام، دي حاجات مش دينية، دي حاجات مش جوزي يا سيدنا اتنيح في اثناء البصخ واتصلى عليه يوم خميس العهد، بس هو كان في المستشفى قعد يمكن لمدة 100 يوم، فصلاة الجناز ما صليتش عليه، فده يبقى موقفه ايه يعني؟ لا اتصلت، لان احنا يوم حد الشعانين. ايوه بس كان هو في المستشفى. معلش حتى لو كان بنصلي الجناز العام، معناها كل من تنيح في فترة البسخة سبق وصلينا عليه، لكن انت عندك كل سنة عملي له ترحيم في نفس المعام، مفيش حاجة. شكرا. اتفضلي سيدنا. معلش انا مارتينة. سؤالي خاص بالاعياد، يعني احنا في اختلاف طبعا بيننا وبين الكاثوليك في العقيده، بس ليه احنا الاثنين ما نتجمعش في الاعياد وخاصه عيد القيامه، لان في النور المقدس معدنا احنا، ليه احنا الاثنين ما نعيدش في وقت واحد؟ على رايك، بس هو النور بيظهر في انهي ميعاد؟ عادنا احنا. خلاص قول لهم هم بقى. اصلح. هم مش مقتنعين، ما هم بيعتبروا النور ده خدعة، مش بيؤمنوا بالنور. كاثوليك مش بيؤمنوا بالنور ما الكاثوليك لا يؤمنوا بهذا. عارفين كده ولا مش عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ لا الكاثوليك ما يؤمنوش، ولا البروستانت. وكاثوليك لأنه بيطلع عند الأرثوذكس. آه فعلا. ما هذا؟ ممكن سؤال يا سيدنا؟ ايوه اتفضل يا ابو. في مجلس الوزراء في مصر بيعملوا في الاعلام بيردوا على الشائعات، بيقولوا في شائعه بتقول كذا ودي غلط والصح كذا في الاعلام، ليه ما يبقاش والمجمع المقدس قرب انعقاده يبقى في لجنة او في شخص ان هم يردوا على ناس؟ يعني في دلوقتي حاليا على النت كلام وحش كتير على الكنيسة وعلى بعض الناس وعلى سيدنا البابا الى اخره في الحاجات دي، ليه ما يبقاش في شخص معين من الكنيسة انه ياخد الاشاعة دي او ياخد الترديد الخطأ ده ويصححه لنا علشان الناس تبقى في نور؟ انا متشكر. شكرا يا مكارس. هو في الحقيقه كان زمان البابا شنوده بنفسه بيتولى الردود على اي حد بيقول حاجه. لما جه البابا تودروس عمل حاجه اسمها المكتب الاعلامي، والمكتب الاعلامي كان ابتدى صغير قوي، كان ماسكه ابونا بولس حليم وعمل منه مؤسسه وفيها برانشز وفي حاجه اسمها رصد الواقع وفي ناس، يعني في مجموعه شغاله كتير، والخلاصه بتخرج عن طريق المتحدث الرسمي. لكن احيانا بعض الناس اكل عيشها ان هي تعمل اشاعات وتتمنى ان احنا نرد، لان لما بنرد هيردوا ورد يزيد رد ويزيد رد ويبقى ليهم شغل وليهم جو ويبقوا يعني حققنا لهم اللي هم عايزين، وهنبقى ايه هنقعد نفضلهم بقى نرد على ما يعملوا.
وده كان فعلا منهج البابا شنودة، وانت طبعا تلميذ نجيب للبابا، كان يقول مش كل حاجة نرد عليها، وخصوصا في الثقافة بتاعت دلوقتي تلاحظوا ان ممكن موضوع يسموه ترند، صح؟ كلمة ترند دي لمدة يوم، وتاني يوم يجي ترند جديد، فلما احنا نقعد نرد على حاجة هنزودها مش هنقللها. فأفضل شيء التجاهل للأمور اللي فيها كذب، وشرح الأمور اللي فيها المفروض الشعب يبقى واعي وفاهمها وداري بيها. وأعتقد سيدنا البابا شغال بالطريقة دي مع المكتب الإعلامي اللي معاه، وإحنا دايما لو إحنا فعلا عايزين الخبر الأصيل شوفوا المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي. وحاليا في البابا منزل أبليكيشن اسمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأبليكيشن ما هو ده لو أنا سامع إشاعة أبص في الأخبار بتاعت الكنيسة، لو مش موجودة يبقى إذن ده كلام مش هاخد بيه، يبقى حاجة إيجابية أفضل من ردود يعني كثير. إحنا لازم نختم يا أبونا. طب حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نختم؟ سؤال حاجة صغيرة؟ طيب معلش سيدنا، يعني يمكن النساء هنا هيجمعوا بقى معايا، دي حاجة بقى سيدنا يعني حاسة انها مضايقاني، ويمكن تضايق يعني مضايقة ناس كتير. في وصية الزوجة في سر الإكليل في حاجتين بصراحة بتضايقني شخصيا، ويمكن ناس كتير حاجة انتهز فرصة ان هو مشغول في الحال يعني لا بس انا قايله له على فكره يعني هو عارف. الوصيه بتاعت الزوجه سيدنا بحس انها بتبقى قاسيه قوي على الزوجه، لدرجه انها بتعيط ويقعدوا يدوروا بقى على منديل. لا دي اكشن كده عشان الصور بتاع. لا بس حقيقه سيدنا يعني بحس في فرق ما بين وصيه الزوج والزوجه، بيدخلوا عليها دخله قويه قوي، تعيط في بداية الوصية يقولوا لها انسي شعبك وبيت أبيك، بتقلب نكد يعني حقيقي. لا ثواني بس، بتقعد تعيط جامد قوي. الأب والأم بيحسوا ان هم بنتهم اللي تعبوا ربوا فيها، والزوج أحيانا بيستغل الحتة دي. دي حاجة لو احنا قارنا مع بيتنا وصية الزوج والزوجة، وصيته هو بتبقى حنينة جدا عليه هو شخصيا، وصيته هي بتبقى قاسية عليها. الحاجة التانية لما أبونا بيقول لها وكوني معه كما كانت أمنا سارة خاضعة لإبراهيم وكانت تدعوه يا سيدي، في بعض الرجال للأسف يا سيدنا بيستغلوا الحتة دي. وسوري يعني لما بقول ممكن، طبعا يعني اللي هم ما عندهمش مخافة ربنا طبعا، مش الكل يعني، بيستغلوا الحتة دي وأحيانا بيقصوا على الزوجة. انت ناسية أبونا قالك ايه في الوصية، انت بتخضعي لي. لا انا حقيقي بتكلم جد يا سيدنا، فالحتتين دول بيبقوا قاسين جدا على الزوجة، في حين ان الزوج بيبقى واقف يعني طيب. أيوة صح ولا مش صح يا جماعة؟ بس الكل اهو يعني مش لوحدي طيب. فنفسي نعم تعليق، لا مش سؤال تعليق، واتمنى يعني تخف علينا شويه طيب. سيدنا بصوا يا شباب نمره واحد بيتقال في الاكليل يخضع كل منكما لصاحبه. خلي بالكم السيدات، خلي بالكم الحتاد عشان تقولوا له برضه ده اتقال يخضع كل منكما لصاحبه. وفي الوصية بتاعت الزوج بنقول له تكون حنونا عليها وتسعى إلى ما يسر قلبها. ماشي أكمل. مسؤول عنها معناها تحن عليها، مش معناها يعني حاجة تانية. أيوة. أما حكاية انسي شعبك وبيت أبيك، لأن العريس اشتهى حسنك،
يعني هو اشتهى أن يكون معاك وهيكون جوزك وهيكون حبيبك ويكون رفيقك في الحياة. وبعدين إذا كان بابا وماما عيطوا عشان بنتهم اتخذت منهم لحد غريب، طب هو من 25 سنة عمل كده في الناس، أخذ بنتهم منهم، مرضوضة لك يعني. دي سنة الحياة زي بيقولوا، أي واحد يتربى في بيت أبوه وأمه، لكن بعد كده بيرتبط بمراته وهي ترتبط بزوجها، ومش معناها في عداوة للأهل، لكن في خلية جديدة بتتكون، بيت جديد، كنيسة جديدة يجب أن احنا نركز فيها. فلما تتاخد بالمعنى الإيجابي، ليس الحل هو تغيير نصوص الصلوات لأنها موجودة من زمان والبيوت كانت ستيبل، لكن الحل هو الثقافة، أن احنا نعلم الناس إزاي يتعامل مع مراته، إزاي يحبها يحن عليها، مش يمسك لها على أنت في الوصية قالوا لك كذا، وبعدين هي ترد عليه وتقول له في الوصية قالوا لك كذا، بقت خناقة. لكن المفروض يكون في نوع من التفاهم. وعشان كده احنا عندنا في مصر دلوقتي، مش عارف بتعملوا هنا ولا، اللي هي الكورسات السابقة للزواج، ودي بتريح في الحقيقة، بتفرق مع الناس، بقت إجباري كمان. دي بتريح لأن فعلا بتعلموا. سيدنا انا ابني اتولد في امريكا، بس لما جه اتجوز واحده مش مصريه، اتجوز واحده ايطاليه، فعمدت الولد كاثوليكي. ليه ممنوع ان انا احاول ان انا اناوله معانا هنا في الكنيسه؟ لازم يعمل نوع من التصليح الوضع. يعني هو عامل زي ايه؟ يعني هقول لكم التشبيه اللي ممكن يقربها. يكون واحد شغال دكتور في مصر بقاله 20 سنة وجي امريكا يقول لك لازم تعمل معادلة. فواحد مسيحي ومتعمد في كنيسته جاء عندنا بنعمل المعادلة عشان يبقى معانا يعني. بس تفضل. انا بدرس في الكلية، ففي بعض الحاجات يعني بعض الموضوعات بتصار مش بتيجي على هوايا، فبقوم واتكلم. يعني مثلا مره كانوا بيتكلموا عن الهوموسيكشواليتي وجيت لبونا يوستوس وطلعنا الايات ورحت ناقشتهم بالايات. مره تاني كانوا بيتكلموا عن السويسايد وبرده قلت لهم لا انا يعني انا بعتبر ده حرام. لكن مره كانوا بيتكلموا على الـ على الـ على الجنون او على الاختلال العقلي، فقامت واحدة قالت ان في ناس كتير بتصاب بالجنون من كتر ما هي بتقرأ، وخصوصا reading the bible، الناس اللي بتقرأ بايبل كتير دي هي اللي بتتجنن. فانا رحت قلت لها لا يعني ازاي ده، مفروض البايبل ده هو اللي بيعقلنا يعني هو اللي بيخلينا عقلين. قالت لي لا انا هجيب لك من البايبل اللي يقول لك الناس اللي بتقرأ البايبل دول مجانين. اول حاجه كل ما تفتحي حته في البايبل يقول لك God speak to me. شوفي كام واحد في البايبل بيقول God speak to me، كل واحد يقول God speak to me. وبعدين تدخلي الكنيسه تلاقي الناس في الغالب هي بتتكلم على طواف تاني، تلاقي الناس كل واحد يقول لك الرب قابلني، الرب كلمني، الرب عمل لي، انا سمعت صوت الرب، الرب دعاني. ساعتها انا ما عرفتش ارد. جايبين لنا الكلام يا جماعه دول. طبعا ما اسهل ان انسان يقول كلام وبدون اي دليل وبدون اي معلومه دقيقه. لما اقول يسموها ثقافه الوصم، الوصم لما اقول مثلا ايه، اوعى يكون حد هنا من اسيوط، الاسيط ابو خلا، ده تعميم غلط، تعميم غلط. لما اقول المنايفة مش عارف ايه، الضمايطة ايه، الامريكان ايه، التعميم غلط. فلما اقول كل من قرأ البايبل بقى مجنون، كلام مش مظبوط. ايه الدليل؟ وبعدين هو مفروض حد يقول حاجة خلاص نصدقه؟ سيبك منه. اما حكاية ما هنرد نقول لها ايه الدليل العلمي، ما هو الدليل العلمي على اللي هي بتقوله؟ هل العلماء حطوا
إن 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 عدد المجانين من أصل مسيحي كذا ومن أصل إثيست كذا، دي أمراض بتيجي للناس، ربنا يحمينا جميعا، زي ما بيجي له مرض نفسي بيجي مرض عقلي، زي ما بيجي مرض في الجهاز الهضمي، مالها ومال القراءة ومالها مال الدين. وبعدين هم بدأوا بكلمة اللي يقرأ كتير، وبعدين دخلوها على البايبل بالذات. طب هل معنى كده العلماء اللي هم كثير القراءة كلهم اتجننوا؟ مفيش حاجة زي كده. زي ما قالوا البولس الرسول ان كثرة الكتب حولك الى الهذيان، يعني كلام غير علمي غير دقيق. كثرة الكتب هم كانوا كمان فلاسفة. اتفضل دياكو. هو بس يعني معلش هنرجع تاني للوصية في الزيجة، في ترجمة بتضايقني خالص وبتضايق ناس كتير في الحضور، ولا تخالفيه في الرأي، وبعدين يترجموها do not disagree with them. فهنا يعني في الغرب ممكن من حق أي واحد to disagree. disagree يعني في مناقشة، و يا ريت الكلمة أحسن do not disobey him، يعني لا أخف منها، يعني مش عارف الأحوال. بص حضرتك النصوص بتاعت الإكليل دي برضو ما هياش قديمة قوي، يعني النصوص القديمة عندنا هي القداس والمعمودية بالذات والإجبية بصلمودية، لكن مثلا صلاة الموتى نصوص مش قديمة قوي، والإكليل نصوص مش قديمة قوي. ده مثلا التلبات الموجودة في الخطوبة معمولة في القرن العشرين، التلبات في الخطوبة عملها الإغمانس فلوساؤس لوقا ولا حاجة زي كده. فيعني ممكن فعلا يبقى في تصرف في الترجمة عن طريق أباء أساقفة بتوع أمريكا هنا مع بعض. احنا لازم نختم بقى القعده الحلوه دي. بنشكر سيدنا الحبيب الانبا رفائيل على تشريفه لينا، وبنقول له بيتك موجود، وكل مره تيجي امريكا سيدنا نتمنى نشوفك ونفرح، ولادك كلهم يفرحوا تبقى موجود معاهم. طولنا عليه قوي النهارده، هيكون عنده بالليل عظه لو انا متخيل صح هتكون في أبستيت نيويورك، فاحنا نسيبه نريح شويه. ونشكر محبه نيافه الانبا رفائيل وقدس ابونا بشوي اللي باركنا والاباء اللي حضروا معانا. امين. اللي في هنا كيكة كده مكتوب عليها مشروع مبنى الكنيسة الجديد، سان ميري ان سان بيشو تشيرش لندن نيو جيرسي، وواحدة تانية بيضة خالص كده جميلة. فاحنا هنصلي ونقطعها لكم وبعدين بالهنا والشفاء. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر أبانا الذي في السماوات. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلص يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم.